زمزم بئر مباركة حيرت العلماء، شنو لقوا بداخلها وليش تعطلت البوصلة خلال محاولة اكتشافها؟ بنهاية السبعينات قررت السعودية توسعة الحرم، وخلال عمليات الحفر فجرت ينابيع من الماء. توقفت بعدها أعمال الحفر فوراً لأنهم خافوا يحفرون عن طريق الخطأ أحد الشقوق اللي تغذي بئر زمزم ويخربونه. ولما نزل الغواصين داخل البئر لتحديد مكان الشقوق تعطلت كل البوصلات، وهالشي دوخهم وخلاهم ينزلون كاميرات وشافوا أشياء عجيبة وغريبة: عملات ذهبية قديمة، قطع حديد، مواسير ماي، دلو معدني، صخرة مكتوبة بخط يد المجاهد الليبي عمر المختار، ولقوا بعض أعمال السحر والشعوذة. وجود قطع حديد وعملات معدنية كانوا السبب الحقيقي اللي عطل البوصلات. وفعلا بدت بعدها عملية صعبة ومعقدة لتنظيف البئر، وكل هذا أثبت لنا أنه